عدد الدراجين المشاركين 102 دراج من فئات الصغير والشبان. إذن الانطلاقة كانت من بلدية ميلية وصول إلى بلدية جيجل، تكون أول محطة أو تجربة للدراجين للتحضير للمرحلة الثانية من كأس الجزائر التي ستقام بولاية جيجل يوم 3/4 مارس إن شاء الله. تحصلت على المرتبة الأولى، كان سباق صعب، تمنيت نكون في ليكيب ناسيونال.